اهلا وسهلا بحضرتك، الاسم حضرتك اسمي اكرام الصغير. مين؟ اكرام. اكرام، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، انا طبعا سعيده ان كنتي موجوده في الدرس بتاعي النهارده. اسعد انسان انا اقعد اسمع كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. انا افضل اكون مطر فيه واعرف حاجه الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر من كده. ربنا يبارك لك. في نفسي انا افهم اي حاجه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، افهم الحياه اللي عايش للرسول عليه الصلاه والسلام واحترامي معاه. يعني كنت سعيدة النهاردة في المحاضرة، وكلمنا عن سيدنا النبي وازاي كان بيحب المدينة ووطنه ومكة. حاجة جديدة أنا كون أنا لقيتي كان لقيتي هذا. الحمد لله. طيب أنت طالبة أنك لو في أنتوا عندكم ناس بتعلم قرآن ودروس وعايزة يلا القرآن ده ما كتير، ما بتعرفوش حاجات كتيره ما اعرف. طيب انت معاكي الرقم وتتصلي بينا، وان شاء الله باذن الله هوصلك بالوزاره، وفي اي حاجه همدكوا بيها ان شاء الله علينا الاثنين. ان شاء الله يحصل الشرف بيناتنا. جزاك الله خيرا. شكرا. ان شاء الله. ان شاء الله. مع السلامه.